تتواصل الفعاليات الرمضانية التنظيمية التي أحياها ويحييها فرع المؤتمر الشعبي العام، هذه المرة في جامعة ذمار، أمسية جماهيرية شارك فيها عدد من القيادات بالمؤتمر في الجامعة والمحافظة. نتابع. تواصلا للأنشطة التنظيمية التي يقيمها المؤتمر الشعبي العام، أحيا فرع المؤتمر بجامعة ذمار أمسية رمضانية شارك فيها عضو اللجنة العامة الشيخ علي محمد المقدشي، وبحضور قيادات المؤتمر بالمحافظة والجامعة والأكاديميين والطلاب. وخلال الأمسية ألقيت العديد من الكلمات التي أكدت في مجملها على أهمية تعزيز العمل التنظيمي وتنشيط عملية الاستقطاب والتوعية بمضامين الميثاق وسط طلاب الجامعات. إحياء ثقافة الميثاق الوطني، على الأقل إن لم يكن لأبناء الوطن اليمني كافة، فعلى الأقل لأبنائنا الطلاب الذين ينتمون لهذا المؤتمر الشعبي العام، التنظيم الرائد ذو الفكر الوطني الخالص والمشرب اليمني الخالص. أيضا تنمية ثقافة الاستقطاب وتهيئة الشباب لعدم الانحراف والجرار والانجرار وراء أفكار دخيلة على الوطن. القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر بجامعة ذمار استعرض التحديات التي واجهها المؤتمر الشعبي العام خلال أزمة ما يعرف بالربيع العربي، وكيف تجاوزها في الوقت الذي انهارت بقية الأحزاب في الدول التي عمتها فوضى ما يسمى الربيع. المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الذي ثبت في هذه الظروف في الوطن العربي بأكمله. انهارت الأحزاب في شتى ربوع الوطن العربي بعد ثورات الربيع الصهيوني العبري، ولكن المؤتمر ظل ثابتا ولم يهتز. تساقطت منه بعض الأوراق ولكن لم تأثر فيه، ازدادت جائزته وتسعت. رئيس فرع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بذمار شدد على الدور الذي يطلع به أساتذة الجامعات في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال أوساط النشء والشباب. أساتذتنا الكرام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف، عليكم مسؤولية تاريخية في إعادة تثقيف وبناء شبابنا حتى نستطيع جميعا أن نتبنى ثقافة الصمود، ثقافة الاعتزاز باليمني واليمنيين، ثقافة المواجهة التي فرضوها على شعبنا وعلى جيشنا وعلى وطننا. الكلمات التي ألقيت أكدت على أن المؤتمر الشعبي العام ازداد قاعدة جماهيرية، ما يجعله في طليعة القوى السياسية الوطنية التي تضع المصلحة الوطنية فوق ما دونها من مصالح. المؤتمر دائما هو الوطن، ولذلك هو الباقي، هو الحزب الباقي الذي لم تستطع الظروف ولم يستطع أي إنسان حاول المساس به رغم ما حدث، ما زال المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الرائد والحزب الأكبر والحزب الأكثر شعبية في الجمهورية اليمنية. المؤتمر منذ أن تأسس في ثمانية القرن الماضي سعى إلى صناعة الإنسان اليمني وإلى تنمية الإنسان اليمني، فلذلك المؤتمر هو صانع التنمية، صانع الديمقراطية. المشاركون في الأمسية أكدوا على أهمية الحفاظ على النشأ والشباب من الأفكار الدخيلة والعمل على ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتنشئتهم على حب الوطن. عبد الكريم النهاري، اليمن اليوم، محافظة ذمار. ومن ذمار إلى